بالنسبه لهاد المباراه ما غير راضي على الاداء يعني توقفنا نقدر نقولوا رجعنا خطوه اللور ما عندو ما خصنا نزيدو ولا كرجعنا خطوه اللور. بالنسبه لي هذا شيء عادي جدا لان كما قلت لك بعض الاحيان واخا كتكون انت تدرب فريق وكتعرفو يقدر داك النهار الفريق ما يكونش مستوى وماشي غير هنا راه فرق عالميه بعض الاحيان يعني ما كتدورش بداك المستوى الكبير رغم انهم هونيفو. لذلك بالنسبه لي انا المباراه اليوم ما قدمناش داك الشيء اللي غير باش نكذب عليك نقول لك انا قدمنا لا درنا دي محاولات ولكن حدنا وسط الميدان ما مشيناش بروغريسيون للامام. لا لاحظتي كانت واحد التمريرات كان استحواذ ولكن باش نهيو الهجمه ما كانتش وكان التسرع وكان اخطاء في التمرير. هادشي كله انا خصك تعرف واحد الحاجه الفرقه اللي كندربها يعني ملي كناخذ الوقت ملي دي شي كيكون عندي قلال ثم كنمشي للهجوم بزاف وعاد ملي كنضيع كره كنديروا داك البريسينغ ايميديا يعني كناخذوها يعني كونتر بريسينغ يعني كضيع كتخاف. هادشي كيبغي وقت هادشي يعني كيبغي وقت. اليوم كما قلت لك ورجعنا خطوه من غير الدقيقه 75 اللي زدنا عاوتاني شويه منها كنا راجعين خطوه نورمالمون مباراه يعني مباراه اليوسفيه ما ظهرناش 20 دقيقه ولكن من الدقيقه 20 وحنا شادين مباراه الطاس من الدقيقه الاولى مباراه تمريرس مباراه تادله مباراه الفتح كنا الاكثر يعني اكثر محاولات. بعض الاحيان كتجي يعني واش ضغط نفسي هنا ديما كنرجع للضغط النفسي انا حيت انا صعدت واحد خمسة مرات يعني في بعض المباريات اللاعب المغربي من كتكثر عليه الضغط تتقول لي ضروري انتصار حنا لا ما انتصرناش ما غنكونوش الاولين يمكن ما كتخبرش الضغط وما كيدخل كيولي بحال ماشي داك اللاعب اللي كنت كتشوفو في التدريب ولا معول عليه كيقدر يعطيك شي يعني شي مستوى اللي انت ما كنتيش كتنتظر منه. وانا هادشي حشتو كلاعب وانا عندي تجربه ديال 33 سنه وهادشي راه تنعرفو فهمتي يعني هادشي ما يخفاش عليا وانا دائما ان شاء الله غنحاول نعالجو بطريقه ديال البسيشيك بطريقه ديال التجربه بعيد هادشي ان شاء الله باش كما قلت لك دائما نظهرو بمستوى. ولكن بعض الاحيان كاين شي مدربين كيفضلوا ثلاثه النقط يقول لك انا باغي ثلاثه النقط اللي بغات ترطرا وكاين بزاف في المغرب الشناقه موجودين ما يقول لك رجع اللور الله يعاون. انا ما رضاش بهذا النتيجه بهذا الاداء انا ما رضاش به انا نقول للعابه وانا دابا صحابي ما فرحان ما فرحانش انا ما كاينش الاداء ما فرحان دابا راه والله ما سلمت عليهم ولا فرحت صحابي انا فرحان ولكن اللي دابا ما كيديرش حتى محاوله وما كيديرش حتى كورنير كيربح واحد بيناتي كيقول لهم راه درنا تاكتيكيا وقمنا ما قمنا ما والو كذوب كاين والو كاين شي حاجه نقولها لك تشوفها ما نكذب عليكم نتوما كصحافه نبدا نقول لهم لا راه درنا ومن نشوفوا المباراه ما كاين والو فكنبدا نكذب عليكم ولا خصنا ناكلوا كسكسو ورفيسه ونخرجكم على المواضيع لا غنبقاو في كوره يعني داكشي اللي قلتي هو اللي غنقول راه دوجه اللي كتشوفوها تبقى تشوفوا ديما كاين شي اداء راه كاين ما كاينش راه ما كاينش الناس راه كتبغي النتيجه ولكن انا من المدربين اللي كيبغي الاداء والنتيجه انا هدفي فيس باش نقول لك يعني ما الطريقه ما كانتش ولكن كما قلت لك مدربين اخرين راه والله حتى كيفرحوا بالله كيقول لك سيدي ما تلعبش انا باغي 3 بوان تجي كما بغات اي طريقه عشوائيه طويله ما تجيك ولكن انا لا انا ما كانش الطريقه هي الاولى والاداء النتيجه غيبغوها الجمهور غيبغى المكتب انا ما باغيهاش كنبغى النتيجه والاداء وان شاء الله نطوروا ان شاء الله لان 60 يوم راه يلا الحمد لله 60 يوم تفصل في الاول باللاعبين يلا تنساجموا يلا تقادوا بالنسبه للناس راه شي حاجه بالنسبه لي انا مازال خصني نخدم ومازال خصنا مردود افضل.